جلطة. صباح الخير يابا. يابا نايم؟ صاحي صاحي يابا صاحي. مالك في شي؟ لا لا ما في شي. طب خليني اشوف وجهك مالك. حاضر يابا. تعبان مريض شي؟ لا يابا لا لا هيني تمام. طيب يابا هذا الشيك خليني اياه عندك عبين ما نوديه نبرزه. ماشي حاضر. ما يكسره القلب تصلحه الفلوس. هاشتاج مقصودة. وهي بوست. لا لا لسه ما شافت الصور. بدوس فرق توقيت بتعرف انت. بكره تيجي تترجاني ارجعها. لما بدها تترجاني ارجعها انا ما راح اوافق، راح اخذ موقف. لا لا ابدا الموضوع مش هيك. لا الموضوع هيك. انا اليومين قاعد برن عليك ولا واحد فيكم عبرني. انت عارف الحياة والاشغال عن جد معجوقين. معجوقين بالمصاري. الو الو الصوت راح. الو ولا حرباية فكك من الهبل. سمعت شو حكيت؟ كيف عرفت؟ العالم كله عرف. على فكرة البنك نشر كل صور ابوك وحكى انه ربح، بس انا فريد اخر واحد عرف. ناقصنا فضايح. على العموم انا راح احجز اول طيارة وانزل لعندكم. لا لا اوعك اوعك. اسمع انت مش شايف ابوك؟ بابا مش شايف اشي غير المصاري. ممنوع حدا يقرب عليهم، ممنوع حدا يفكر فيهم ولا حتى يجيب سيرتهم. ماما ممنوع تنام بالغرفة اللي فيها مصاري. تخيل تخيل. اسمع فؤاد هديك اليوم طلب منه ربطة خبز عضانه ولهلأ لهلأ ما بسمع اشي. اوعك لا تيجي ولا حتى تحكي معه. اوف لهالدرجة؟ المصاري بتعمل أسوأ من هيك. بابا بابا معصب حدا أخذ ليرة. يلا سلام سلام. لا بابا لا بليز. لا فريد رح يجلطني عن جد. مش وقته هلأ. المصاري للعيادة مش لأي إشي تاني. غلط غلط يا أخي غلط. يا مش هو اللي غلط؟ لسه ما فتحناش الكتاب. قعدتك غلط، مسكتك للكتاب غلط، انت حياتك غلط في غلط في غلط. بس يا مس بلا مس قلقتني. مس 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 قلقتني. انت تعرف العلم اللي دانطيك يا لا يقدر بثمن؟ اسألني ليش. ليش؟ أولاً العلم من زمان كلش من زمان كان يجي من الصين لحد ما يوصل لعدنا مهدود حيلة. حتى العلم كانوا يجيبوه من الصين؟ آخ بس لو إنها مش صاحبة فيروز ولا كان أنا فرجيتها. تفضلي تفضلي أهلا وسهلا ميت مرحبا. هذا زي ما ورجيتشن أنا المطبخ فوق الغرف إن شاء الله عجبتشن. والله واسع البيت وما شاء الله. أعوذ برب الفلك. مبروك. صح تفضل انت يما فهدي حبيبي امان الله يرضى عليكم. روحوا ادرسوا مع محل صح. ثاني يما جراتي صديقات العمر اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. ركز ولا ركز ميت مرحبا. تفضلي يا اختي اهلا وسهلا. يا الله شو فرحت لك يا ام فؤاد. الله يسعدك. كأنه أنا ربحت الجائزة مش حد غريب. تسلمي تسلمي تسلمي. ترى إحنا ما تغيرش علينا شيء حبيبتي الحمد لله. إحنا اللي فرق معنا بس إنه صرنا نشوف جيم. هي أنا مش عارف بدنا نخلص من هاي القصة. أي قصة؟ المباركة. مبارك على شنو؟ قصة هذا البيت والربع مليون اللي ربحناهم. في شي؟ لا ما اقرش بيك فخوفتني. والله صحبتكم يا ام فؤاد بتسوى 100 جائزة والفلوس وسخ الايدين. اي لا تحسكيش على حالك كثير يعني. ام فؤاد. نعم يا حبيبتي.
على حد علمي ها ترى كنتم ساكنين عند دار قريبتكم لحد ما فؤاد حب جولي ابصر شو عملها تهربت يوم عرسها كانت بعثت لكم ناس طردتكم من الدار. كبرت عزة شكروبي انت من يومك. اول شيء فشل اللي يطردنا من الدار، وبعدين يا حبيبتي انا ماليش كرايم، انا مقطوع من شجره، ولا معلوماتك تفكروش احنا يعني هذا بس عشان الجائزه ابدا. انا وابو فؤاد لسه كمل يوم من الجائزه، بكينا راجعين انا والاولاد اتغدينا في الشانزليزيم في باريس. تعرفيها باريس؟ الحمد لله. اي صح لنا ناكل شاورما في باريس اليوم. والله كرمك ويكرم باريس تبعتك، مقعدنا بالشارع الناس كلها بتبحلك فينا بتفكرنا كرود. ماشي عادي جدا، باخذ مصاري ابوي وبفتح فيهم شركه وبوظف ناس وبخليهم اصحابي غصب عنهم، مش قصه السلافه. تعرفينها مدام عواطف ام الحين صاحبتي هذا هسه بقول لك هي ام ملحم مل ام عزاه استني يا فؤاد ام ملحم هذا هي هسه بدي افتح السبيكر وتسمعين كيف علاقتي فيها انا. الو كيف حالك مدام عواطف؟ هاي ام فؤاد كيفك؟ انا الحمد لله فاين ثانك يو، وانتي؟ تمام جود، وينك ما بتبيني؟ يا بنت الحلال انا اللي ببينش ولا انتي؟ تعالي ميلي تلاقنا عدارنا جديده. جديده؟ رحلنا ما احنا عقبال عند ولادك، تعالي طلي علينا. طيب ابعثي لي لوكيشن على طول. هسه ببعث لك لوكيشن، عارفه شو الموقع يعني، هسه ببعث لك لوكيشن وما اتصليني الا القهوه جاهزه يا حبيبتي. طيب ممتاز، شوي وانا باجي. شكرا شكرا، ميت مرحبا، بتنوري يا حبيبتي. باي باي. باي باي، مع السلامه. شفتي؟ شو مين بيرن؟ ولا حدا، رقم غلط خلص معنا. يا بشوف مين بجوز يكون كسبنا جائزة ثانية. أخذنا جائزة واحدة بكفي خلص. أهلاً فر حبيبي، كيفك؟ هلا يابا، كيفك؟ كيف حالك؟ أنا تمام يابا، صرت غني وأنت طمني عنك. لساتني فقير يابا. ولا يهمك، رايح أحول لك مصاري، هاليومين بحول لك مصاري. جد؟ بس أنا فيروز حكت لي. اسمع بصير نحكي بعدين، عن جد مش فاضيين. اسكتي يابا شوف لي شو في مشاريع عندك في أوروبا مربحة، خلينا بلكي جينا وتنغنغنا مع الشقر. طبعا يابا حاضر، ابشر اليوم راح أحضر لك أحلى مشاريع. تمام يابا، بدك شيء؟ يابا إذا بتقدر تحول لي بس شوية فلوس، عندي شوية التزامات هون ومصاريف اسمع مش فاضيين خلاص نحكي بعدين. بده يصاحبنا هاد؟ هلا سكرت الخط بوجهي. مش أنا بابا. بابا ما بيعملها. بيعمل أعطل منها. اسمع أنا إذا محلك بتبرع من العيلة. يلا باي. أكبر مشكلة عندي حالياً إنه فريد كتير ذكي وأفكاره حلوة، يعني بكرة بابا حينقي واحد من مشاريعه وما حيفتح لي العيادة. صحيح إنه فريد أناني. هاي يا حبيبتي يا ملحم، كيف لك تينا الدار؟ أشابر صح؟ كتكوت مش بطال. بس ما قلتي لي أم فؤاد شو جابني عبالك؟ خير إن شاء الله خير. احكي. استني شوي. شو رأيك بهالشاب؟ أمانة الله مشبوبيته حلوة. ياه ليش عم تورجيني هيك شي؟ شو هاد؟ كشري لطيج، هذا ابني كبرتي عزيج. أوه جودنس، كتير متأسفة، I'm sorry، ما كنت عارفة. لا بس على فكرة شكله كتير جنتل. أمي الحم بليز تسبيش بالانكليزي. ها لا ام فؤاد هاي مش مسبة، عم بالعكس عم بحكي انه يعني شكله كتير مرتب. ايوه بس ما فهمت ليش عم تورجيني اياه. شوفي يا حبيبتي، يعني احنا بعد ما فزنا بجائزة البنك الكبيرة هذه صرنا احنا وياكم من نفس الطبقة، لذلك
أنا فجرت ابني فؤاد الله يخلي لك أولادك أعزب ومؤدب وعاطل عن العمل أخرى، فقلت أنا مليش غير بنت ملحم أجوز إياها تصر كلبه وخاطره. سوري أم فؤاد، بس يعني قديه قيمة الجائزة؟ يعني كم مليون؟ هاي الدار و 250 ألف دينار محرزات صح؟ كتير يس صراحة. شوفي أم فؤاد، نعم، من الآخر مستواكم الاجتماعي والاقتصادي ما بيناسبنا. ها؟ شو بتقول هذه المسلوعة؟ تباً لها. هسا صحيح احنا يعني وضعنا تحسن وصار مليح، بس لسه ما صرناش فوق فوق فوق. أبو فوكش لازم يتصرف. مساء الخير. شو خير؟ ليش فارد براطمك؟ مدام عواطف فردتهن. عواطف أني عواطف؟ شفت أقول لك أنا هذا الوضع مش عاجبني، بدك تلاقي لي حل. أي وضع؟ ما شاء الله حوالينا يعني صرنا في وضع يعني كنا نتمنى نصير فيه. عندنا مصاري وعندنا دار وصحتنا كويسة وولادنا كويسين وكل شيء تمام، قولي الحمد لله. الحمد لله، بس لا هذه دار ولا هذه مصاري. شو؟ سمعت أقول لك أنا بدي فيلا وبدي سيارة جيب والدرايف وبدي أروح أعمل شوبينج في شو اسمها هذه ألمانيا وأميركا والصين، لا بلاش الصين، وتركيا وباريس. يا حبيبي باريس مرة واحدة، قولي العقبة أنطاليا أنطاكيا باريس. الله يرحمه سيدك اللي مات من الرطوبة في أصابع رجليه. باريس. باريس باريس، بس مش باريس الشارع اللي قعدتنا فيه زي الكرود الرايح والجاي يتفرج علينا. أولادك انسهلوا من الشاورما اللي كان بده طعميتش شاورما، طعميتش مشاورما عرض 3 سندويشات بليرة. كبرت عزك، بلاك فرايدي عاملين على الشاورما. شو مالها الشاورما؟ أولادك المدلعين. مدلعين مش مدلعين، بدك تاخذني على باريس الحقيقية. ماشي ست صفية المشتفية، رايح أشوف أنا شو في عندي رصيد في البنك وبشوف شو كلاوينا كلهن احنا والولاد من بيعهن مشان حضرتك تروحي تسوي شوبينك. كبرت عزك، ما هو بهذا الوضع بقدرش اجوز فؤاد جيزي هاي لاي هاي لايف. يا ستي بديش اجوزه، خليه عنس. لا كبرت عزك، الولد قاعد يضيع من بين ايدينا. صفيه فكري في مشروع ينجح ونستفيد منه، ساعتها بجيب لك سيارة وبجيب لك فيلا وبسوي لك شوبينج واللي بدك إياه، غير هيك ما فيش عندي، بدي أقوم أوكل لي لقمة. علم؟ مشروع؟ مشروع؟ احكي يا بحكي، بلكي سمعنا إشي يسر البال كويس اليوم. فريد معلش تحكي بسرعة وتخلصنا، عن جد مو فاضيين، في 100 ألف مشروع غيرك. حاضر حاضر، في البداية اسمحوا لي أن أشرح لكم قليلاً عن مشاريع الفتاكة اللي أنا شخصياً درست واشتغلت وتعبت وطلعت عيني عليها عشان أقدر بالنهاية أقدم أفضل دراسة جدوى لأبو فوكش ممكن تخلينا ننجح بهاي المشاريع ونصير. يابا اختصر يابا فريد قلبي اختصر، الله يرضى عليك. فريد معك 5 دقايق ورح أفتح تايمر. احكي يا بحكي احكي. طيب يا بطول بالك شوي علي، طول بالك يا حاج. اول مشروع يابا هو استيراد وتصدير المخدرات، حنجيبهم من بلغاريا. شو 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 حكي شو حكي؟ مخدرات هسه بس يوصلوا على الطرق. معناته سمعت مزبوط، هذا اخوك ضايع. اطفي 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 يابا، افصليه افصليه، بلاش ننحبس ورطنا مشاكل. قلت لك احسن حل نفتح عياده. خير يابا افصليه افصليه. لا 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 شو صاير في الولد هذا؟ شكله ضايع يابا. عيادة خلص ما في غير هيك. وهذا واجب الرياضيات وحليته إلك، عندك واجب ثاني أحله؟ شوفي شوفي مش أنت بجوز تلاقي لك واجب حلي. أنت تأمر أمر يا ابن الغالي يا
يا محترم. طيب يلا 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 ماشي. فادي انت فرحان بتليفونك؟ تريد تاخذ تليفوني؟ لا لا هذا هذا منيح منيح اللي معي. لا يا منيح، جيب هذا التليفون وخذ هذا. طب هذا انا ما معي مصاري اشتريه، من وين اجيب حقه؟ ولا يهمك، بالمستقبل يصير عندك مصاري، اهم شيء بهاي الدنيا المصاري. يا سلام، وهذا التعليم وين نروح فيه؟ يا تعليم، هذا الحكي الفارغ، عوفه على صفحه، اهم شيء بهاي الدنيا المصاري، فلوس. علي العاب؟ نزل عادي. لا حد يباوع علي هيك، هذا بس كلام، اني اضحك عليه بكلمتين على مود استفاد. بصراحة العلم مهم بس مو إله. يا خوفي نخسر الولد، يا بابا الله يرضى عليك رني لأخوك، شكله بده يضيع هذا الولد، رني له بلاش أخسره. بابا أنا بحكي نتبرى منه أو نرن على مكافحة المخدرات نحبسه ونخلص منه. شو اللي بتحكي؟ هذا أخوك، شو اللي بتحكي قاعدة؟ يا بابا بمزح معك ول. طيب رني عليه، يا برني عليه. يا بابا إيش صار معك؟ شو صار؟ مش عارف شو صار؟ يا بسمعني منيح. يا عيب الشوم عليك. اسكت انت. اسمع يا با الله يرضى عليك، دير بالك هاي شغله التعاطي من المخدرات خراب ديار، بتروح فيها يعني في مصيبه، خليك في السياسي احسن. طيب يا با المشروع. المشروع يا با انا بديش مشاريع برا، بدي مشروع في البلد تحت عيني، وهسه يا با انا رايح على السوق واحول لك مصاري، ما يكون لك فكره يا با. دير بالك حالك، بوصيك. ها دير بالك يا با، دير بالك، الله يرضى عليك. على فكرة شايفك أنا، بس مسكرتش الخط. رح أحكي لمكافحة المخدرات عشان بس توصل على المطار يمسكوك. مرحبا خالته. عزة، أنت لسه هان؟ موجود أكمل دروس الفادي. بس طولتي يعني، خليني أجيب لك مصاري. لا 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 لا، بزعل والله بزعل، شنو مصاري؟ لا عيب. ما شاء الله عليك، هالكد مخلصة للتعليم. تعليم؟ لا هو مو قضية تعليم بس، يعني اعتبريها هدية بدل كلمة مبروك على البيت الجديد. اها طيب تتعشي؟ تسلمين، بالعافية عليكم، شبعانة لازم اروح. طب شو بدك قلت؟ تفضلي روحي. والله يا خالته واني عندي موضوع صغير. شو؟ فادي بتولدان؟ لا فؤاد. فؤاد بتولدان؟ كبرتي ازيش انت بتدرسي فؤاد اخرى؟ لا خالته بصراحة يعني أنا معجبة بفؤاد من زمان. اخلع اجبد يا حبيبي. والله مستحية من حالي، بس شو اسوي؟ لا تستحيش يا حبيبتي، لا اعتبريني زي أمه لفؤاد، شلتش حياة. بصراحة خالته أنا أكثر وحدة بالعالم تقدر تفهم فؤاد، وأكثر وحدة بالعالم تقدر تحتوي فؤاد. كبرت عزيز، فؤاد من الصف الساتت محدش قدر يحتويه، فاهمة علي؟ هسا انت من اي طبقة؟ طبقة شنو؟ قصدي استني فادي بس يكبر شوي وهفي، بتربى بعزيز صير عجوز هيجي ما لحق يعني. هلا هلا هلا. وقف عندك، هذا إلي. لا لا هو مشروع صغير ممكن؟ معك 20 ثانية. مشكلة، مركز تدريس لطلاب التوجيهي يطلع ذهب. والله؟ والله. لا 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 بس أنا بحبش التدريس وبعرفش أدرس. ولا يهمك، مو مهم، أنا أحب، أنا محترفة بيه. كبرت عزيز، قاعد كلش بحبوش. ول لزكة انتي، خلاص بحبوش. الله عبالي تستفادون بخاطركم. الله معك كبرة عزة. طيب شو رايك بمشروع فتش وترتيب برادي وتنظيف اخرى؟ عزة بدوش اشي غسالة ونشافة وملقطين. عزة طب فتش وترتيب اثاث اخرى بكم؟ واثنين على التالي، شاكوش، مسمارين. أبداً؟ طب أشوف أخرتها معك. عرباية كستنة طازة. كستنة؟ في الشتاء برد وفي الصيف مش موسمه. عزة طب محل تكسير جزر؟ جزر؟ أطير راسك ونامي.
كبرت عزك ولا مشروع عاجبك؟ اللي ساعة بلعي ولا شي عاجبك؟ خارطة في راسي شغلي. ها دارنا وشيها. طيب الغرفتين اللي في الطرف نعزين هنا على الدار ومنأجرين مفروش. وانت شو فهمك بالأجار وبالشكك والدنيا هذه؟ شو بفهمني؟ العقار هو الابن البار. طب اسمع تقول لك نميت؟ استنى تقول لك قبل ما تنام استنى. شو رأيك بنسوي مزرعة حساسين؟ كبرت عزك حساسين، الناس بتحبها للحساسين. مزرعة حساسين طلعت حساسين. صحيح اني مش عارف وين سمعت الجملة، بس والعلم عند الله انها صحيحة. وعلى سيرة الابناء البارين، فيش بعد ولادي فيروز ام قلب طيب، وفؤاد اللي ما بهمه اشي غيرنا وغير رضانا. وفادي اللي غير الدراسة ما في باله. يا حبيبي منور ابو فؤاد، سايق فيها السلطة كل يوم فيها عرضة، وانا زي اللي ماكل بلطة يا اخي جيب للشرطة. وشو بدك تسوي هسه يا كولومبوس؟ منور ابو فؤاد. هلا 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 عيلة صح ولا غلطة، ولا حدا فاهم شو الخلطة. مرة بينزلوا سابع ارض ومرة للسما بفعتوا فعطة. هلا 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 هلا. الظاهر شكله جلطة، الظاهر ولك شو ها جلطة.